وهم بيخالفوا القوانين، ده غير ان ده هيعرضهم لضياع برستيجهم وهيبقى في الشلاحة، لكن كمان هيحطهم في خانة المجرمين المخالفين للقانون، يعني من دكتور له هيبته لمجرم. امشي عدل احبك اكتر، وبلاش شغل الشمال لان فلوسه حرام وما بيدومش، والاخر بيجيب لك منى عراقي تقول لك هات ال 300 جنيه. وليه ليه؟ ده اول هدف. الهدف الثاني نتاكد بعد البلاغ اللي عملناه هل الدواء اتلم فعلا ولا لسه، ده الثاني. الهدف الثالث سيبوه مفاجاه مع النوع الثالث من الصيادله اللي خبيناه لوقته زي الحاجه الحلوه. بس استنوا، هو الدواء اسمه ايه؟ هو الدواء اسمه ايه؟ الدواء اسمه ايه؟ دايزرتان. دايزرتان؟ وانا اللي كنت بتريق عليهم. مساء الخير يا دكتور. ازاي حضرتك؟ مساء الخير. دكتور في منشور لوزارة الصحة عايزة أصحيك عليه. طب أنا أستأذنك بس الأول وأوقف التصوير. ليه؟ كده. ده أنا عايزة أسألك على حاجة طبية بحتة. طب أوقف التصوير الأول وبعدين. استنى بس. في دواء اسمه دايزرتان؟ دايزرتان. هتعرفه؟ ان شاء الله نزل بيه فعلا منشور يتلم او يتمنع. يتلم بجد وبيتلم بالظبط. يتلم من عندكم؟ يتلم من عندكم. ليه؟ عشان جنب سرطان. طب ما نوقف تصوير. طب انت زعلان ليه؟ انا ما بحبش انا انت داخل عليا كده مره واحده. لا لا بس قول لي عشان بيعمل ايه؟ بيعمل سرطان. خالص بيعمل سرطان. طب ليه يا دكتور بتبيعه؟ واحنا بنبيعه ليه واحنا جدين؟ دخلتي عليا وزعقتي عليه وقلت لك ببيعه. طب ليه يا دكتور بتبيعه؟ طيب ليه يا أستاذة بس؟ مش بيعمل سرطان يا دكتور؟ بتبيعه ليه؟ بتبيعه ليه؟ والله ده بنبيعه والله. سحبنا من السوق كده برضه يا دكتور. أنا زعلانة منك يا دكتور. الوزارة والله اللي سحبته بقى. طب أنا زعلانة منك. نفسها نزلت ولمت. انا ما قلقش، احنا صورناك وانت بتبيعه. احنا بنخاف على الناس. انت بتخاف على الناس؟ انت اللي بايعه. بايعه منين؟ فبايعه فين ده؟ هنا. احنا بنجيب لي تهمه وانا واقف يا دكتور. انا برضو اللي بجيب لك تهمه يا دكتور. انت يا دكتور اللي بعت الدواء، وانت بنفسك اللي قلت انه بيجيب سرطان. مش مصدقني كده برضو؟ طب اهو. عايزه دايزرتان. دايزرتان ايه؟ دايزرتان كور 80. كور 80؟ اه. يعني ايه لما تيجي تقول لي بس عليك؟ اه يا ريت يا بني. طب الشريط بكام هو ليه؟ الشريط بكام؟ الشريط بكام؟ اجيب لها الشريط؟ مش موجود ريحه. ليه بقى؟ ما اعرفش فعلا دخن عليه برضه. يا ابو انا متصور كمان وانا ببيعه. ينفع كده؟ ده امتى ده؟ طب الاسبوع اللي فات. طب انا ما كانش لسه. انا هعمل لك ايه بقى؟ كان المنشور ليه دلوقتي بتقولي لي عليه؟ الاول انكرت خالص انك بتبيعه، وريناك التصوير، بعد كده لا اصل بعته قبل المنشور. احنا جاهزين لكل ده يا دكتور، واهو هنسأل حضرتك على التاريخ. بص بص، هو النهارده كام؟ 23. اه صاحبتنا. تمام. كده يا دكتور وانا حبيتك حبيتك وحبيت ضحكتك. انت داخله تجيبي لي مصيبه وانا واقف كده اهو. يا دكتور حبيتك والله. بص ضحكتك كيوت ازاي. الله يخليك. طب يا دكتور بتبيعه ليه؟ احنا قلنا يا استاذه فهناه لما وقفنا بيعه. لا يا دكتور انت بعته بعد المنشور. بعدين انت بتكلميني في حاجه كانت بتتباع بقى لها كام سنه. صح؟ مره واحده جايه دلوقتي النهارده بتوقفيها؟ عشان التشغيله فيها شوائب سرطانيه. ده تشغيله معينه. مش كل التشغيلات. ما هو للاسف الشديد انتوا في النت بتقروا يعني بتسمعوا كل حاجه. لا هي تشغيله معينه فعلا. الله ينور عليك.
انتوا بقى في النت هي تشغيله بتنزل بيتكلموا فيها في النت على اساس ان هي بسم الله ما شاء الله دي هي دي اللي بايظه والدواء كله بايظ والناس كلها هيجي لها سرطان وهي القصه كلها تشغيله. الحجه الثالثه قال لك بعض التشغيلات اللي محظور بيعها برضو يا دكتور دي تفوتنا. وبالمناسبه كلمه تشغيله يعني مده وتاريخ انتاج العلبه، كل علبه دواء عليها رقم التشغيله بتاعتها اللي بيدل على تاريخ انتاجها وكل تفاصيل ظروف هذا الانتاج. فالدكتور بيهرب من المأزق اللي هو حط نفسه فيه بنفسه لما خالف القانون، والاهم لما خالف ضميره وقال لك لا ده بعض التشغيلات بس مش الدواء كله. لا يا دكتور هات كده المنشور. امسكوا انزل لتحت اقرا كل التشغيلات بكل التركيزات بكل اصدارات الدواء. مالكش حاجه عندنا، مفيش مخرج. طب ايه رايك في الدكاتره اللي بتبيعوا بعد المنشور؟ لا طبعا ما يصحش. يعني رايك فيهم ايه؟ ما يصحش كصيدله. لا ما هو بقى كصيدلي دي برضو ما هو برضو معذور، خلي بالك. ليه؟ ما هو عنده دواء، طب هو هيعمل فيه ايه؟ لا يا دكتور، لا يا طبيب، لا يا اللي مسؤول عن صحتنا، لان دي امانه ربنا حطها بين ايديك وانت وافقت تشيلها، يبقى خليك قدها وبطل حجك بقى. لان دايزرتان اللي لقيناه ممنوع ده لقيناه كل تشغيلاته بكل تركيزاته، ده اللي ورد في المنشور، ده كلام وزاره الصحه مش كلام انا. بس انت ما كنتش هتخسر حاجه لو رجعت الدواء، ما انت بتاخد ثمن. ما انا رجعت الدواء. المنشور اهو يا دكتور مكتوب فيه كل التشغيلات، انت ارتكبت جريمه يعاقب عليها القانون، والاهم خالفت ضميرك، ضيعت الامانه اللي اقسمت على حملها. وبعدين نت ايه؟ نت ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ يا دكتور ده المعلومه جايه من كل الحكومه، نقيب الصيادله، وزاره الصحه، اداره التفتيش الصيدلي، ولا هتتهمها في النت والنتيته؟ كده؟ بتكذب وانت بتضحك يا دكتور. ده انا عجبتني ضحكتك. وبعدين حضرتك بتتعامل مع الموضوع على انه علبه دواء مقابل فلوس فقط؟ انت نسيت ان دي صحه بني ادم؟ ايه كم الاستهانه دي في كلامك؟ طيب يا دكتور ليك ولكل المخالفين ضميرهم المهني والانساني، اهو في شخص اهو فعلا جاله اورام بسبب نفس الدواء ورايح يرفع قضيه، هو بس مستني نتيجه التحاليل اللي تطمنه ان شاء الله ما تطلعش الاورام دي سرطانيه. انا كنت باخد دواء اسمه ديزرتان بتاع الضغط لمده اكتر من 5 سنين. صح. فوجئت الدكتور وليد بلغني ان الدواء دوت بيجيب كانسر. جاء بالصدفة، أنا رايح لدكتور عشان عندي أورام طلعت لي في جسمي، رايح الدكتور أورام دلوقتي جراح عشان أشوف الموضوع ده نتيجة إيه، وهم قالوا لي ومنعوا الدواء. أنت بتتكلمي في الموضوع ده؟ هو دايزرتان لأنه بيجيب سرطان. أنا حاليا رايح لدكتور في باب اللوق عشان أورام، جراحة أورام عشان ظهر دكتور وليد واتسحب من السوق. انا كنفسي ما كنتش عارف اعمل ايه، قلت له اروح اعمل محضر، قال لي مش هيفيدك بحاجه، انت عايش في مصر. انا واخد دواء بقالي 7 سنين. انت لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله انت دلوقتي طالع لك اورام فعلا. بامانه انت جايه بالصدفه وانا والله رايح للدكتور حالي. انا ممكن اصور ده؟ صور ده. كنت عايز اروح اعمل محضر في الاسم بالقصه دي، انا بقالي 10 سنين باخد الدواء ده. دواء ضغط. العشر سنين مش العشر سنين الدواء، يعني احنا ما نعرفش امتى حصلت الشوائب السرطانية دي. الله اعلم. بس انا عند بني ادم قدامك انا لقيت حاجات في جسمي عملت عليها سنار ورايح للدكتور وبيقول ان هي دي ان شاء الله ما تبقاش اوراق خبيثة، تبقى حميدة. نتيجة ايه الله اعلم. والله انا بتكلم انا ما اعرفش ان انتوا جايين. اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي الحاج محمد الوحش، تاجر كرتون جنبيهم. نعم. انا رايح انا ماشي لقيتك داخله ما اعرفش انت بتقولي ايه، بس انا حاليا متوجه لدكتور في باب اللوق عشان اعرض عليك الكلام ده، لان انا في دكتور قريبي في فرنسا قال لي لا لازم تعملي مسح ذري على جسمك.
عشان يتاكدوا ان مفيش كانسر. انا بعت له الحاجات دي على واتساب، فانا قلت مش هراسله، انا اروح لدكتور في مصر واشوف الدنيا فيها ايه. كان كده ان شاء الله خير. ان شاء الله يا حاج محمد مش هتطلع اورام سرطانيه وربنا هيسترها، بس لو ده فعلا حصل بسبب الدواء، ولو ربنا ان شاء الله سترها مع الحاج محمد الوحش وعدى من السرطان، الله ايه يضمن لنا ان الناس التانية اللي مثلا عندها تاريخ سرطاني عائلي واستعداد وراثي للسرطان لما الشوائب دي تدخل جسمها ما يصابوش بيه؟